عندك السرعه وتتصل بيه مغلق، سيبك من اي ابلكيشن، وسيبك من فايند ماي ديفايس، وسيبك من استرجاعه بالجيميل، وسيبك من برامج التتبع، وسيبك من حتى استرجاعه بالايميل الخاص بالتليفون بتاعك زي سامسونج وهواوي وابل، وسيبك كمان من اي بتنجان. لان غالبا اللي بيسرق التليفون بيقوم على طول عامل له ضبط مصنع. طب لما يجي يعمل له ضبط مصنع بالتالي كل الحاجات اللي فيه هتتحذف. ان شاء الله تابع معايا الفيديو ده للنهايه وهتسترجع تليفونك باكتر من 95%. تابع الفيديو ده للنهايه. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم شعراوي الشعراني في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله تعالى هقول لك خلاصه تجربتي في استرجاع تليفون المسروق بدون اي حاجه. اولا كده السرق هو من صديقي تليفون هونر 8 ورجعناه في اقل من شهر. اول حاجه تعملها ايه؟ ما تكلمش اي حد ما تعرفوش يرجع لك التليفون، لان دول نصابين وما بيصدقوا يلاقوا اي سبوبه وخلاص، وهياخد نسبه منك على استرجاعه. وممكن اصلا بعد ما يسترجع التليفون ياخد التليفون ويقول لك ما شفتش حاجه وما رجعتش تليفونات. والكلام ده طبعا بينطبق على فئه معينه من المحامين، مع احترامي الشديد لباقي المحامين الكويسين يعني. تمام، بعد ما يسترجع التليفون ممكن يقول لك خلاص انا ما لقيتش التليفون وياخد التليفون، واصلا في الاخر وفي الاول وفي الاخر مش هيعمل اكتر من اللي انت هتعمله. طالما الموضوع خش النيابه هيمشي زيه زي غيره بدون اي حاجه. تاني حاجه، ما تعملش محضر في الاسم مباشره. الموضوع ببساطه انك هتتوجه لمباحث الانترنت اللي انت تابع ليها، وتقدر تعرف ده بانك بتتصل بيهم او بتتصل بخدمه العملاء او بتتصل بالشرطه او بتتصل برقم 140 بيقول لك ايه هي اقرب مباحث انترنت قريبه منك. اول ما رحنا احنا طلعنا لقينا موظف قاعد في المكتب وفي طابور من 3 اشخاص. ابتديت احس بالامان اول ما واحد قال لتاني مره يضيع تليفوني واسترجعه بنفس الطريقه. اول ما جه الدور علينا الموظف طلب مننا صورة من صورة البطاقة وصورة العلبة وأي حاجة من محتويات العلبة اللي فاضلة معاك، شاحن، سماعة، ده لو فاضل معاك حاجة يعني، وأرقام اللي كانت على الشريحة اللي هي اللي كانت في التليفون، لو مش حافظهم مفيش أي مشاكل، بس كده. هو ده بيعمل لك بعدين المحضر نيابة عن الاسم، وبيديك رقم بالمحضر، مهم جدا 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 إنك تحتفظ بالمحضر ده عشان تقدر تتابع بيه التليفون. المهم تتعامل مع الموظف ده باحترام، ومحدش الحقيقة طلب مننا أي فلوس رغم إن إحنا الصراحة عرضنا عليه فلوس في إيده ورفض. تمام كده، انت كل اللي عليك عملته هو ده بس اللي انت هتعمله. الدور الباقي بقى على مباحث الانترنت. اول ما هيركب في التليفون اي شريحه هتبدا تجي لهم اشاره ان التليفون ده ركب فيه شريحه، هيبداوا هم بنفسهم يكلموا صاحب التليفون ويقولوا له التليفون ده مسروق ورجعه، ولا اما فيها حبسك طبعا. طبعا بيكون معاهم اسمه ورقم بطاقته بالكامل. في اغلب الاحوال الموضوع بيمشي ودي، هتلاقي الحرامي اللي سرق التليفون او لو واحد اشتراه من الحرامي بيرجعه وما بيترددش. ساعتها مثلا بعد شهر او نص شهر انت وحظك بتلاقي امين الشرطه بيكلمك تيجي تستلمه، بعد شهر او نص شهر طبعا انت وحظك. طب لو انت عايز تتابع مثلا من اول يوم عملت المحضر عايز تتابع التليفون وصل ايه، بتقدر على طول تاخد رقم المحضر. طبعا من بحث الانترنت بتدوك رقم المحضر بتتوجه بيه للنيابه التابعه ليك، وتقدر تستفسر عن الموضوع وصل لفين. مثلا بيقول لك اتصالات رد سلبي، فيدافور رد سلبي، اورانج مثلا رد ايجابي. طبعا ساعتها بتلاقيهم هم لوحدهم بيكلموك ويظبطوا معاك ميعاد ومكان تروح تستلم فيه التليفون. هتروح طبعا عند مكتب بتاع امين الشرطه هتلاقي الشخص اللي سرق التليفون. طبعا اهم حاجه انت تليفونك رجع لك، مش رايحين نتخانق احنا ولا نشمت في حد، جايز يكون هو كمان مضحوك عليه واشتراه من واحد نصاب. وطبعا لو مش عاجبك حالته من حقك تطلب من اللي شايل التليفون تعويض على الاستهلاك، بس احنا في حالتنا حمدنا ربنا وخدنا التليفون زي ما هو. وبعد كده بتروح تمضي محضر استلام انك خلاص استلمت، تقدر تغلق يعني المحضر الاولاني وتعمل محضر ان انت خلاص استلمت التليفون، وبعدين بياخدك امين الشرطه لوكيل النيابه انت واللي سرق التليفون تعمل محضر استلام. وبعدين وكيل النيابه بيتاكد ان حقك رجع لك وبيبدا يحذر اللي معاه التليفون ما تشتريش اي موبايلات مجهوله المصدر، ما تشتريش اي موبايلات بدون علبه، ويفضل يعني يحذر فيه كده ويأنف فيه شويه يعني. المهم طبعا انت انا تليفوننا رجع بدون ما ندفع ولا مليم بدون اي وسايط. اهم حاجه ما تستسلمش ما تستسلمش ما تستسلمش، ما تسيبش حقك وما تتعصبش وما تستسلمش، وارضى بنصيبك في كل الاحوال وان شاء الله خير. نصيحه مهمه، اول ما ترجع التليفون انت وقاعد عنده في المكتب اعمل التليفون ضبط مصنع، عشان غالبا بيكون اللي خد التليفون طبعا استولى عليه وحط الجيميل بتاعه، وهيطلع عينك شويه لو خدته في البيت عملت له ضبط مصنع. احنا في حالتنا خدناه في البيت عملنا ضبط مصنع وجينا نحط الاكونت كان اللي سرقه حاطط اكونت الجيميل، فتعبنا شويه عبال ما فتحنا الجيميل. واهم نصيحه، ما تستسلمش وما تكسلش، واي حد تلاقي تليفونه اتسرق او تليفونه ضايع تقول له يعمل الاجراءات دي، لان لو كل واحد فينا عمل الاجراءات دي ورجع بيها تليفونه هنقضي على فكره السرقه نهائيا، واي حد هيسرق تليفون هيعرف ان ملهاش اي 30 لازمه. هسيب لك رواق، هسيب لك ارقام مباحث الاتصالات في اسفل الفيديو في الديسكريبشن تقدر تتواصل معاهم.
وفي نهايه الفيديو حابب اقول لك مره ثانيه ما تكسلش وما تستسلمش، ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولو حسيت ان في حد هيستفيد تعمل شير للفيديو عشان كله يستفيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.